يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونقول مقادير الفايش السريع وبعدين ندخل على التحضير. المقادير سهله جدا في مقابل انها ترمي لك كميه كبيره. نص كيلو دقيق، خلاص هنعاير نص كيلو دقيق، ونص كوبايه زيت، معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره، رشه ملح او معلقه صغيره ملح، كوبايه ونص ميه هيتحطوا بالتدريج. ممكن العجينه تاخد الكوبايه ونص وممكن تاخد يا دوبك كوبايه وربع بس. وبعد كده عندي معلقه كركم عشان تلون لي لون الفايش زي بتاع الافران بالظبط. وخلي بالك من انواع الكركم علشان في كركم غامق، انا اتفاجئت بيه واحنا بنعمل النسخ، في كركم بيدي لون غامق شويه وفي كركم لونه فاتح. الغامق ده اللي هو الكركم الهندي، الفاتح شويه اللي بيدي اللون الفاتح الحلو يا دوبك اصفر بسيط، ده الكركم العادي جدا اللي عند العطار. فخلي بالك لان انا نفسي وقعت في الموضوع ده، في كركم غامق وكركم فاتح. طب هنجيب انهي؟ هنجيب الفاتح. دي كده المقادير بتاعتنا، يبقى نص كيلو دقيق، وعندي قصاده نص كوبايه زيت، معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره كركم، وزي ما اتفقنا معايا كوبايه ونص ميه هيتحطوا بالتدريج عشان في الاخر يطلع لي شويه فايش ولا كلمه، اللهم بارك عليها ما شاء الله. اول حاجه هنعملها هنعمل العجينه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده المقادير ما شاء الله سهله وبسيطه جدا جدا جدا.